يا رب الزهراء وبلا يعرفون كيف أجهش الجزء القديم من البكاء من البكاء. سعيدين جدا في المساحه دي ان يكون معنا الاستاذ عبد الباسط السبدرات، شاعر كلمات اوبريت عفوا انهم لا يعرفون النبي محمد صلى الله عليه وسلم. استاذ عبد الباسط مرحبا. مرحبا، اهلا وسهلا. مرحبا. الرساله اللي حبيت توصلها من خلال الكلمات الجميله دي. انا بفتكر انه يعني اي انسان مسلم او اي انسان عنده دين وعنده خلق هز كيانه واوجع وجع شديد هذا التطاول المشين في حضرة سيدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وكواحد من الذين طعن كبدهم هذا الكيد كتبت هذه الكلمات التي يعني كما يقول: لئن مدحت محمدا بقصائدي فلقد مدحت قصائدي بمحمد. أنا يعني أنا عار من أن أكون في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها جهد مقل في حضرة الرسول ومحاولة التعبير عن الحزن العميق الذي يتابعنا جميعا ونحن نرى هذا التطاول المشين. لكن ربنا قال: والله يعصمك من الناس، حسبنا الله ونعم الوكيل. عصم الإله من هوى وعظم صاحب كرى وما هوى. حاشاك سيدي ما يرسمون حاشاك كيد الشاكلين. نتواصل معكم مشاهدي قناة النيل الأزرق في كل مكان، وسعيدين جدا أن يكون معنا الأستاذ ياسر سالم موزع وملحن اوبريت انهم لا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم. استاذ ياسر مرحبا بك على شاشه قناه النيل الازرق، ويا ريت نتكلم عن التجربه اكثر. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. في البدء اشكر قناه النيل الازرق على الاستضافه والاهتمام. والتجربه يعني نحن ما بنحاول انه نرد او يكون هو رد، بقدر ما نحن بنحاول يعني نطوع الفنون اللي عندنا والآلات الموسيقية اللي عندنا اللي بيصنعها الغرب هو في إنها تمجد معتقداتنا ورموزنا الدينية ورسولنا صلى الله عليه وسلم. يعني وقد يعني يكون الموسيقى والآلات الموسيقية قد تصدح في اللهو دائما وبصناعتهم هم، ولكن احنا نحاول إننا نطوع الآلات الموسيقية في إنها تكون في ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإنه تكون تدعو للخير وللجمال وللفنون. فكانت محاولة مننا في إننا نحن يعني نعبر عن ما أصابنا من حزن ومن ألم لما يقولونه على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله يعني العمل يلقى يشيل شوية من في وجدان الشعب السوداني والأمة الإسلامية في ما يحدث الآن. وكيف وكيف ترتدي
نحن اليوم وفي هذه الأمسية الطيبة المباركة قدمنا عملا في إطار حملتنا كذلك للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومؤسسة أروقة قد بدأت هذا العمل بليلة للشعراء والمنشدين شهدتها قاعة المصارف في الأيام الماضية، وها نحن مع مؤسسة الفداء نقدم هذا العمل الكبير للشاعر الأستاذ عبد الباسط سبدرات والألحان للأستاذ ياسر سالم ومجموعة من المطربين الشباب الذين يعبرون عبر هذه الفنون التي لها أثرها والتي لها طريقها ووسيلتها إلى القلوب. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: ما بال أقوام نصروني بأسيافهم أي ينصروني بألسنتهم. لذلك تجيء هذه الحملة التي تقودها مؤسسة أروقة للثقافة والعلوم بكل أنواع الفنون. فهنالك معرض للتشكيل بالتعاون مع الإخوة في الجمعية التشكيلية، وهنالك كذلك مجموعة من الكتابات الجديدة في الشعر وفي النثر وفي القصة وفي الرواية تعبر عن هذه القضية. ونقول أن هذا الأمر مستمر، لن يكون لحظة عابرة ولن يكون اندفاعا محدودا في زمن محدد، إنما هي إن شاء الله مسيرة طويلة نعرف بالمصطفى صلى الله عليه وسلم بسنته بآدابه بأخلاقه، حتى يعني نثبت لهؤلاء أنهم لن يطالوا هذه الشمس ولن يطالوا هذا الجبل الأشم. نحن كشباب مبدع أو كفنانين أو كموسيقيين عندنا دور كبير جدا ممكن نقوم به، مش فقط للسودان، لكل الأمة المسلمة، في الدفاع عن مبادئنا وعن قيمنا وعن المثل الذي وضعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما بالك بهذه الشخصية العظيمة. فيعني عايزين نقول إنه النار تقاوم بالنار، فإحنا حاولنا نستخدم نفس الآلات التي ابتكروها الغرب نفسهم، ففي التطويع هذه الآلات في شكل هذا العمل في الرد على كل الإساءات. ونحن مستعدين دائما للرد عبر الموسيقى وعبر الفنون، لأن هي لغة عالمية ممكن نتحدث بها في كل المجالات، وممكن نعبر بها عن اعتراضنا وعن يعني رفضنا لهذه الإساءات التي تمت. سعيد جدا أن يكون معي ممثل لمؤسسة الفداء الأستاذ الأمين الكروشابي المخرج المعروف، مرحبا بك. الله يبارك فيك إن شاء الله. دارين نتكلم معك عن رأيكم في هذا الأوبريت، أنت قلت لي قبل شوية أنه ده ما ألاوت النهائي. والله أول حاجة جزا الله خير الأخوة في أروقة، يعني عودونا أنه يعني كل المسيرة الثقافية وكل الحركة الثقافية أنه يكونوا يعني حضور له، وده جهد أكبر ليون في التعريف برسول صلى الله عليه وسلم، باعتبار أنه يعني كما يقول تقول الآية: ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم بعون الصالح. يعني نحن بنفتكر أنه كل ما نحن ندفع بأي حاجة أنه التعرف بالدين الإسلامي وبرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته، يعني كل الحاجات دي نحن نلقى أنه نحن بننال أجر، يعني وبندفع عننا انه يعني اذى كثير من المشركين. مؤسسة الفتاة انتاج الاعلامي في يعني كشراكات كثيره اتعملت يعني في طريق سيرتنا للانتاج الاعلامي، بننفذ العمل ده يعني زي ما انتم شفتوا هسه الحاجه دي ده الشكل الاول النهائي بتاع العمل. ان شاء الله احنا مترتبين في بروفات اكثر واكثر، يعني حتى العمل يعني يطلع في صورته النهائيه في شكل البروفات الاخراجيه كلها، يعني ويبقى يعني عمل ان شاء الله بجهد الشباب كلهم قدر التعريف برسول صلى الله عليه وسلم وننال اجر يعني من هذا العمل. يا ياسر يا عمار يا اخت الشهداء سمية، تبطل الفئة الباغية المحمية بالدولار. هذه ليلة تحفها الأنوار المحمدية والنفحات الإلهية في صورة مشرقة وجميلة تلامس وجدان المسلم وتلامس كل ما يحمل من عاطفة وحب
نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تكون الكلمة صادقة واللحن معبرا والأداء جميلا يتكامل في صورة مموسقة تحتل قلب الإنسان وعواطفه. هذا عمل جدير بأن يهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يرفع للأمة الإسلامية كلها بعد أن تضاف له اللمسات الفنية والإشراقات الضوئية والإبداعات اللونية التي تجعل من هذا العمل إبرة متكاملا يليق بتعبير المسلمين عن حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرته وتعزيزه. أجواء رائعة جدا مشاهدينا الكرام كانت حاضرة في مسرح الفنون الشعبية وتفاعل من كل الحاضرين بوبريت عفوا إنهم لا يعرفون النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتعبير صادق عن حبنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تكونوا أنتم كمان اتفاعلتوا واستمتعتوا معنا بالوبريت ولحد ما نتلاقى معكم في مساحات جاية. عودة للاستوديو مساجد. شكرا جزيلا للزميل صلاح محمد. في الحقيقة التحية من أسرة قناة النيل الأزرق وأسرة المساء الجديد لكل من ساهم في هذا الأوبريت. التحية للأستاذ عبد الباسط السبدرات، التحية للأستاذ السمو الخلف الله، التحية للأستاذ عبد الباسط عبد الماجد، التحية للأستاذ ياسر